وزير العتمة عفوا الطاقة وليد فياض طمأن انه البلد مش رح يدخل بالعتمة اخر الشهر ورح يضل المواطن يتنعم بساعتين كل يوم بعد ما ابدأ العراق ايجابية لناحية تمديد اتفاقية ارسال الفيول الى لبنان. وزير الصناعة جورج بوشكيان أدخل فرحة لفقراء لبنان بعد ما أكد أنه لبنان منه فقير ورح يصير دولة نفطية، بس ما خبرنا معاليه إذا كان الشعب قادر يصمد 7 سنوات حتى يتم استخراج الغاز من الحقول يلي بعد ما اتفقنا عليها مع الدول المحيطة بلبنان. الحكومة وضعت الدولار الجمركي بالموازنة ولجنة المال والموازنة رفضت أنه يتم فرض ضرائب جديدة. يا هل ترى رح تتوصل اللجنة والوزارة على صيغة موحدة لإقرار الموازنة المطلوبة من صندوق النقد الدولي أو خلص كل شيء مجمد حتى انتهاء عهد الرخاء؟ اجتمعت لجنة المؤشر بحضور وزير العمل ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارع عربيد ومدير عام الضمان محمد كركي للبحث بموضوع التعويضات والحد الأدنى للأجور، والوزير بشرنا أنه رح يتم العمل على معاش تقاعدي لجميع المضمونين بعد ما دابت تعويضاتهم. مدير عام الضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي، هل تعتقد أنه هذا الاقتراح رح يمشي بلبنان؟ نتأمل أنه يمشي، منشان هيك انعرض بإطار لجنة المؤشر، لأنه بده يكونوا أصحاب العمل والعمال متوافقين على هذا الموضوع والدولة. طبعاً أخذنا جو إيجابي من كل الحاضرين، وطبعاً هذا بده يعود يطلع بنظام من خلال مجلس إدارة الضمان ويصادق عليه الوزير. هل المبلغ المطروح بكفي لرب عائلة برأيك؟ بالتأكيد نحن برأينا هيدا المبلغ حيساعد على الاستقرار الاجتماعي ويلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعود بذكر أنه نحن من 2017 بلشنا كمان نعطي ضمان صحي مدى الحياة لكل شخص صار عنده 20 سنة خدمة بالضمان وبيبلغ 60-64 من العمر. شو هي الضمانات الأخرى البديلة اللي رح تتقدم وشو حطاته الموظف مع المعاش التقاعدي؟ كل سنة حيكون عندك سي على متوسط الأجور المصرح عنا للضمان الاجتماعي، وبالتالي هذا الرقم حيتطور مع الزمن، وبالتالي يعني حيضل يكفي المواطن اللبناني ليأمن أخرى سعيدة له. هل اقتراح سببه مثل ما تسرب معلومات أنه تعويضات نهاية الخدمة كلها راحت؟ العكس، هو هيدا طلع لأنه وضعنا كتير مرتاح فيما يتعلق بنهاية الخدمة. سبق وأكدت إدارة الضمان أنه حقوق الناس كلها موجودة وقادرين هلأ إذا بيجوا كل المواطنين اللبنانيين نعطيهم تعويضات نهاية الخدمة. شكراً لك مدير عام الضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي. هذا كان كل شيء منخبركم، ينطرونا بحلقة جديدة من أبداً وآخر مستجدات الاقتصاد.